السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سودورس. درس النهاردة الدرس الأخير في إزاي نقدر نرسم البورتس على السوليد للبروجكتس بروجكت. آخر حاجة معانا هنبدأ أرسم الأرم، هاجي أرسم في الفرونت بلين وأقوله سكتش، وزي ما اتعلمنا هنبدأ نرسم لاين في الأول، أبدأ أعمل ريفولف عليه بالمنظر ده، وأبدأ أقوله لاين تاني أنا عايز أرسم من هنا كده لهنا واحد رأسي، وبعد كده طالع بمايل شوية وأفقي بس كده، وأبدأ أقول سمارت دايمنشن إن الارتفاع بتاعي ده كله 138 ملي بلس 30 ملي، ومعايا ده كده 30 ملي، ومعايا القطر بتاع الأرم بتاعي هو قطره 10 يبقى نص قطره 5 ملي، ومعايا ده كده ده كده ممكن اجيبها مايلة واقول له ان ده كده 6 ملي، لا 3 ملي، وابدأ اقول له feature revolve about اللاين ده واقول له صح كده. انا رسمت الارم بتاعي، هبدأ احط ماتيريال واقول له edit material، واقول له برضو iron ductile iron apply close، وابدأ احط لون color تاني اخليه مثلا اللون ده او كده، واقول له صح، واقول له save ان ده البورت نمبر 5 اللي هو الارم كده. سيبته كسوليد بورد، وسيبه كمان كجي بي جي فايل. بدا كده كان الدرس بتاع النهارده. الدرس الجاي ان شاء الله هنبدا نعمل بقى اسمبلي للفايف بورتس اللي احنا رسمناهم قبل كده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سودورس عربي، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.